الفرحة حلوة والفرحة مستمرة ولسه يعني عندنا دلوقتي في التاسعة استوديو تحليلي، بس عايزة أقول لكم الفرحة مالية شوارع مصر، الفرحة في كل مكان، لأنه الماتش ما كانش سهل والمصريين ده الإصرار، إصرار الرجالة اللي كان موجود في الملعب، كان قدامه كمان إصرار الشعب نفسه أنه ورا منتخبه، وده اللي حصل. الفرحة الحلوة هنكملها علشان ندي كل حق حقه. معايا في استوديو تحليلي التاسعة، معايا طبعا الناقد الرياضي أستاذ محمد عرائي، مساء الخير. أهلا بيك أستاذ شفقة. ومعايا أيضا الناقد الرياضي أستاذ أحمد فوزي العريان، مساء الخير. مساء الفل عليكم. احساسكم ايه بقى؟ يعني كلموني وانتوا جايين كده في الاستوديو، اوصفوا لي الشارع كان عامل ازاي؟ هوصف لك الشارع وهكلمك في حاجه برضو حابب اكلمك فيها في الاول. اول حاجه الشارع، يعني انا جاي انا واحمد بصراحه حاجه مبهجه، افراح كبيره جدا، شارع مقفوله، فرحه كبيره جدا للمصريين. دايما احنا كده يعني بنفرح لفرحه اخواتنا طبعا المصريين، حاجه فعلا فرحه كنا مفتقدينها بقالنا كتير قوي ما عشناش الفرحه القويه دي. الكوره بقالها كتير في مصر مش افضل حاجه، ولكن الحمد لله الفترة دي منتخبنا بيأدي مستوى كبير جدا في بطولة كأس أفريقيا. ولكن بس أستاذ شفقة، أنا عايز أبتدي بس معاكي في نقطة مهمة جدا. أول حاجة إن منتخبنا ليه كل التحية والتقدير مننا أيا كان نتيجة المباراة النهائية. صحيح. دي نقطة مهمة بس إحنا حابين نتكلم فيها قبل النهائي. خلاص، هما أثبتوا رجولة. هما أثبتوا إن هما رجالة، أثبتوا إن هما قد المسؤولية، أثبتوا إن هما قدروا يعني يقفوا قدام معوقات كتير جدا جدا جدا. أيا كان بقى نتيجة المباراة النهائية، إحنا بنرفع لهم القبعة وهنروح لهم المطار نستقبلهم لو ما كناش معاهم في الرحلات اللي مسافره ان شاء الله يوم الاحد، ان احنا ندعمهم من الملعب. لو احنا ما كناش مسافرين هنروح نستقبلهم هم والجمهور اللي بيروح اللي بيتعب وبيتحمل مشقه السفر رايح جاي في يوم، مش مره ولا اثنين ولا ثلاثه، لا اكتر من ست خمس مرات اهو. فدي حاجه بصراحه يعني لازم نقولها من دلوقتي اهو، احنا اهو من دلوقتي جاهزين بمجرد صعودنا. وفي حاجه ثانيه برضو مهمه عايز اوجه التحيه لاتحاد الكره المصري. اتحاد الكره المصري طبعا عمل ملحمه قويه في كواليس، يعني انا يعني الوقت يا رب يسمح ان احنا ممكن نحكيها، ولكن حصل ملحمه في اليومين اللي فاتوا بمجرد انتهاء مباراه كوتيفوار، مباراه كوتيفوار كمان. صحيح. حصل ملحمه ان احنا كنا بنواجه يعني ناس مسؤولين في اتحادات تانية، وكنا بنواجه الحكام، ورغم ان اتحاد الكوره قدم شكوى في التحكيم، شفنا الاداء يعني الفاشل من جسامه النهارده وازاي الحكم كان متربص بينا. بس النهارده شالوا شويه من الحاجات اللي كانت ماديه، يعني رفعوا شويه من تمام. لا انا عايز اقول لك ان اوناداي كمان في حكم مباراه المغرب يعني تعسف ضد منتخب مصر كبير جدا، اكملها جسامه النهارده، ورغم كده رجالتنا قدروا هم يتغلبوا على المعوقات دي. بخلاف بقى المعوقات مش هكلمك عن درجه الحراره وسوء ارضيه الملعب وسوء الفندق، وكمان بقى الحاجات القدريه لما نيجي نتكلم النهارده اصابات بالجمله، محمد الشناوي اصابه، محمد ابو جبل بنتكلم في. طيب خلينا ناخد كل النقاط. انا عايز اسال يعني احمد، توقعاتك كانت عامله ازاي؟ يعني الماتش ما كانش سهل، ونقول الكلام والتصريحات والاجواء اللي عشناها في الكام يوم كله كان صعب. توقعات كانت عامله ازاي مع بدايه الكاميرون؟ كانت نازله اول خمس دقائق يعني ايه نازله بتقولها على الملعب. الحقيقه ان قبل الماتش طبعا كانت التوقعات لازم تكون لصالح الكاميرون لعده اسباب. اولا البطوله على ارضها، وان هو من اول البطوله الكاميرون مشوارها في البطوله كان سهل جدا، ما واجهوش اي خصوم صعبين، ما واجهوش اصابات زي اللي واجهناها، ما واجهوش ان هم يلعبوا ماتشين في وقت اضافي فحمل بدني اكتر، والنهارده هو الماتش الثالث لمصر. فكل دي كانت عوامل تصب لمصلحه الكاميرون بجانب الشحن اللي هو صدره مسؤولين الكاميرون للمنتخب الكاميروني، ان هو صموا الايتو ووصف اللي هو المباراه بالحرب، وان هو طبعا هو التصريح كان مجرد تحفيز للاعبين مش شن حرب على مصر، يعني عشان طبعاً ما يتحطش في اكبر من حجمه، يعني هو مجرد تحفيز للاعبين، ولكن هي كلها امور تحفيزيه ليهم ان هم يلعبوا على ارضهم. كل ده كان يخلي طبعا كفه الكاميرون ترجح. وكمان انا بالنسبه لي كان حتى لو خسرنا النهارده لا قدر الله، انا برضو كنت هحترم جدا اداء المنتخب المصري، لانهم لم يبذلوا او لم يبخلوا بالجهد من ساعه من اول البطوله، من بعد مباراه نيجيريا وفي تحول في القتاليه والروح لدى اللاعبين، ومن اول مباراه كوت ديفوار لا، وتحول بقى كمان الاداء الفني مش بس القتاليه. اعتقد كل ده كانت عوامل تخليني ان انا احترم جدا المنتخب المصري مهما كانت النتيجه. والنهارده بتكمل الفرحه، اهم حاجه ان احنا بعد المباراة دي نحتفل ولكن لا نكتفي بده، لأن منتخب مصر وسبع ألقاب يخلونا أن احنا لا نكتفي أكيد بالنهائي، وأن هو أو أهم حاجة كمان الحصول على اللقب وتعويض خسارة نهائي 2017. أكيد أكيد. طيب تعالوا
عندكم استعداد نروح الكاميرون؟ طبعا. تعالوا نروح الكاميرون، معانا على التليفون يعني كابتن خالد الدرندلي رئيس بعثة المنتخب في الكاميرون ونائب رئيس اتحاد الكرة. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ ألف مبروك، أسعدتونا وشرفتونا. الله يبارك في حضرتك ومبروك لمصر كلها، حقيقة يعني إنجاز كبير ومصر تستحق هذا الإنجاز يعني. يعني كلمنا بسرعة جدا عن الأجواء، يعني الأجواء عاملة إزاي؟ هذا الاحتفال الصاخب، هذا النجاح الغير عادي، كلمنا عليه. والله إحنا دلوقتي واقفين عند الاستاد، مش عايز أقول لحضرتك المشجعين المصريين عاملين احتفال ولا أكنهم عند استاد القاهرة، وحاجة مشرفة وحاجة جميلة، ناس فعلا جاية يعني مش جاية تهزر، ناس جاية تشجع، قاموا النهاردة بالاستاد كله. طبعا دي حاجة جميلة وحاجة مشرفة أكيد يعني. أنا عايز أعرف مدرجات الكاميرون كانت عاملة إزاي؟ يعني بالذات في ضربات الجزاء الترجيحية الوضع كان عامل إزاي؟ لا طبعا شدة أعصاب يعني. لا شدة أعصاب بس يعني اللقطات على إيتو كانت عاملة إزاي؟ إيتو ده ربنا يكون في عونه يعني، هو خارج بعد الماتش يعني أقول لك إيه، مش قادر يقف يعني. بس يعني عايز اقول اهم حاجه ان اللعيبه لعبوا ثلاث ماتشات عناف جدا يعني، والنهارده الرابع، ف 90 دقيقه في كل ماتش في ضربات جزاء، مفيش ابدا فرقه في البطوله ولا عدت عليها هذه الظروف. دي حقيقه. بجانب الضغط العصبي اللي بقى لنا يومين عايشين فيه يعني، احنا الحمد لله ان هم تعزلوا عن هذا الضغط، ما بقوش يفكروا ولا يركزوا الا في المباراه، ما بصوش ولا التفتوا لاي جهود جايه من بره، فده لحد ذاته قوه يعني كبيره جدا وانجاز، وعايز اقول لك احنا فخورين بيهم والله العظيم. طب الطرد يعني طمنا على الطرد بقى بتاع كيروش. لا ما ده خلاص بقى، هو الراجل كان مبسوط جدا وسعيد بالفوز، وكان عمال يرقص معاهم على في اوضه اللبس على الاغاني العربي، وكان في منتهى السعاده يعني. اللعيبه انا عايز اعرف اللعيبه الاحساس ايه اللي حصل، دخلوا ادينا شويه معلومات بقى مختلفه يا كابتن. اللعيبه الحقيقه نزلنا لهم في اوضه اللبس معانا سياده الوزير اشرف صبحي، وكانوا بيرقصوا بقى رقص غير عادي، طبعا بعد مكافآت اللي اديها لهم كمان سياده الوزير شويه، وبجد حاجه تفرح لان هم يستاهلوا. انت وانت بتكلمنا يا كابتن معانا فرحه اللعيبه، فرحه لعيبه منتخب مصر، وده في طبعا في الغرف الخاصه بتاعتهم، وواضح ان الفرحه كلها من القلب واحنا معاهم يعني، يعني شيء بديع بصراحه يعني. لا الحمد لله بجد. يعني طيب سؤال واحنا بس كده قبل ما برضو الاساتذه معايا في استوديو التحليلي هنا، سؤال اخبار كيروش ومحمد شريف ايه؟ هل صالحوا؟ لا ما فيش حاجه، لا اصل هي بتبقى ليها اولويات في ضربات الجزاء يعني، هو محمد ما كانش وحش، هو بس هو بيبقى ليهم وجهه نظر، هو محمد نزل واقف معاهم الموضوع خالص يعني. لا ما فيش حاجه خالص، محمد نزل واقف معاهم في ضربات الجزاء وبتاع، فيعني لا ما عندناش الكلام ده، الناس كلها تيم واحد وكل واحد بيعمل يعني الدنيا هتعدي، الفرح بيشيل كل حاجه. كابتن محمد عراقي ليه سؤال، اتفضل. خالد بيه مساء الخير، محمد عراقي معاك. الو يا خالد بيه، سامعني؟ محمد عراقي معاك. سامعك يا محمد، اهلا، ازيك يا محمد؟ الف مبروك يا خالد بيه، الف مبروك. الله يبارك فيك يا محمد، كتر خيرك. انا لسه كنت بتكلم دلوقتي مع استاذه شفكي طبعا على المعوقات الكبيره والجهد الكبير اللي عمله اتحاد الكوره، والحاجات المعاكسه طبعا بالنسبه للتحكيم، وطبعا القصه طبعا المعوقات الكبيره من الاتحاد الافريقي، والحرب اللي انتم خطوها بشراسه ضد كل الجهات دي عشان منتخبنا يتم تسديل كل المعوقات ليه ويظهر بالشكل المشرف ده. عايز يعني حضرتك تكلمنا اكتر عن الجزئيه دي، لان احنا عارفين، انا عارف حاجات كتير جدا في الكواليس انتم عملتوها فعلا وانجزتوها ضد جهات كتير جدا اليومين اللي فاتوا. يا محمد احنا طبعا كان في ضغوط عصبيه، يعني ضغوط عصبيه من اتحاد التو، ومن يعني الناس بتقول لك الحاجه، احنا ما بصرش حاجه من دي خالص، وزي ما بقول لك عزلنا خالص الموضوع ده،
واللعيبه ركزوا في تمرينهم وفي المباراه. انما احنا لا حد صرح بحاجه في الموضوع ده ولا كان اثر علينا باي حاجه، لان في الاخر احنا عايزين نركز في المباراه. ودلوقتي برضو النهارده ان شاء الله هنروح هنبتدي في بكره صفحه جديده بقى لمباراه يوم الاحد ان شاء الله. هو ده الصح يعني. طيب يعني اتكلمنا بقى عن مكافآت اللعيبه، اللعيبه دي مش هتنام النهارده، المنظر اللي احنا شايفينه في غرفه الملابس دي، في مكافآت الناس دي مش هتنام النهارده. في مكافآت من اتحاد الكوره اللائحه، وفي مكافآت استثنائيه برضه باتحاد الكوره، وفي مكافأه اضافيه كبيره من وزاره الشباب يعني من الدوله. كلمه السيد الرئيس اللي كانت مباشره بعد انتهاء المباراة، كلمة السيد الرئيس اللي كانت على الفيسبوك، يعني ازاي استقبلتوها؟ ما هي دي أكبر مكافأة بقى يعني. طبعا كنا هنتكلم على مكافآت وتكريم طبعا. هي دي مكافأة كبيرة، وما نبصش بقى لأي فلوس ولا أي مكافآت مادية، دي مكافأة معنوية اللي هي فعلا يتشرفوا بيها، وفعلا أسعدتهم وأنا بلغتهم، ويا رب إن شاء الله يعني يكون نفس التكريم ده يوم الاحد باذن الله ان شاء الله. لان دي عندنا احسن من اي حاجه ثانيه، واكيد هنستقبلكم. انا بس عايزه اسالك المباراه القادمه بقى اخبار الحكم ايه؟ احنا بقينا الحكام يعني عندنا الحقيقه عندنا مشكله مع الحكام. لا يعني انا بتهيألي بقى المره دي يعني النهارده عشان كاميرون ومش الكاميرون ومش عارفين الناس بتتصور، انما ان شاء الله يوم الاحد دي هتكون انا عارف لسه طبعا ما ظهرش مين الحكم، بس برضه احنا مش عايزين نبص للكلام ده زي المره اللي فاتت زي المره النهارده، برضه احنا مش هنتاثر بالكلام ده خالص، ونركز في المباراه ونركز ان احنا عايزين نسعد كل 120 او ال 110 مليون مصري ان شاء الله. انتوا اسعدتوهم بالفعل، وعايزه اقول لك الشوارع المصريه في بهجه والبيوت والحاله، يعني احنا بنشكركم على هذه السعاده. يعني كابتن لله. خالد الدرندلي رئيس بعثه المنتخب الوطني للكاميرون ونائب رئيس اتحاد الكوره، بشكرك شكرا جزيلا، كل التحيات والسلامات وكل كلمات الشرف للعيبه، بشكرك شكرا جزيلا. طيب نرجع نتكلم على الحكم. ايه بقى الحكم؟ الحكم معروف اولا بكاري جسامه، للاسف ان هو الاول. هو ليه احنا عندنا مشكله في هذه البطوله مع التحكيم بشكل عام؟ يعني مش بس جسامه واللي قبليه بتاع المغرب واللي قبليه، يعني ايه مشكلتنا؟ ايه المشكله ليه؟ احنا مبدئيا ركزنا شويه مع الحكم واصدرنا بيان، البيان دوت ما استفدناش منه حاجه الصراحه، يعني عشان احنا ما شفناش النهارده ان الحكم عمل يعني ان هو اتاثر بالبيان دوت فراح حكم لنا. فهو انا مش شايف اي فايده من البيان دوت، ما غيرناش الحكم، عمر ما حد اعترض على حكم فتغير له الحكم. ولكن انا عايز اقول على حاجه، انا مش بحب ان انا اعقب على التحكيم، لان طول ما انا عندي المقدره ان انا اكسب انا فريق بطل، انا ما اقدرش ان انا اركز مع الحكم واقول الحكم ده عطلني. وهو ودي مثال حي، انت أيوه. قلتي ان هو حضرتك وانت قلت ان هو في ماتش المغرب الحكم كان بيحسب فاولات كتير أيوه. ضدنا، وبذلك بارادتنا قدرنا ننتصر. النهارده الحكم كان النهارده كان في كوره لصلاح، ده صلاح اتقلب على الارض بيعطلنا كتير، والحكم اداله ظهره وكمل المباراه وتربص كمان اول مباراه. بارادتنا انتصرنا ايا كان الحكم، الماتش اللي جاي انت بارادتك تستطيع ان انت تفوز. انت كمان لو قللت اعتراضاتك لا انت ساعتها هتكسب اكتر، لان خلاص احنا المفروض ان احنا لدينا من الخبرات في الكره المصريه ان احنا نعرف ان الكلام ده عمره ما بياكل عيش مع الحكام. انت تلعب كوره تركز في الكوره هتكسب، طول ما انت بتركز مع الحكم صحيح. مش هتاكل عيش. فانت لا انا اتمنى ان احنا الماتش الجاي يكون تعاملنا افضل مع قصه الحكم دي، لان النهارده في بعض الاحيان كان ممكن ان احنا نخسر كتير بسبب ان احنا مداخلين الماتش واحنا مركزين ان الحكم ده هيظلمنا. أيوه. انا بقولش الحكم ده مش كويس. طيب انا برضو يعني عايزه اروح ل يعني محمد عراقي اساله السؤال، يعني الحكم جسامه والموقف اللي حصل مع كيروش، وده موقف ما بنشوفوش كتير يعني في مباريات كبيره زي دي، ما بيحصلش هذا التراشق ما بين مدرب وحكم جوه المباراه، بس يبدو انه كان في احتكاك كبير، وكمان انا شايفه انه اللعيبه كانت بتحاول تزق كيروش. انا عايز اقول لك حاجه يا استاذ الحكم، طبعا ما اتفرجتش على الماتش، كنت على الهوا. بس كنت بتابع من كل المواقع وزمايلي. في بقى في صور وفيديوهات هنا. في صور وفيديوهات، لا انا بقول لك ان في صور وفيديوهات لو كنت شفتيها هتندهشي. يعني اول مثلا لقطه في المباراه خالص او اول احتكاك حصل بين الحكم جسامه وبين كيروش، ايه ان كيروش في احد الفاولات نزل على ركبته
وعمل كده يعني بس تخيلي ان جسامه قطع الثلاثة كيلو عليه وراح له قال له انت ازاي تعمل كده، ده اخر انذار ليك، واتخانق معاه. جه كابتن وائل جمعه من بعيد عايز يهدي الدنيا وبتاع، طرده بشكل مهين جدا. هل ده الحكم بيبقى مركز؟ لا انا اقول لك ليه، ولا مركز على الخط اللي بره المباراه؟ لا هو جاي متربص بمنتخبنا ليه؟ لان احنا قدمنا شكوى فيه بالظبط، يعني زي ما قال احمد كده احنا قدمنا شكوى فيه قبل المباراه في ان احنا متخوفين في جسامة في الاتحاد الافريقي قبل المباراه، يعني قبل المباراه بيومين قلنا ان الحكم ده احنا متخوفين منه، الحكم ده ليه قبل كده اخطاء كبيره سواء على فكره مع انديه مصريه مع النادي الاهلي يعني اضاء قبل كده بطوله الاهلي والوداد طبعا في نهائي افريقيا، يعني ليه مواقف صارخه مع انديه مصريه او مع منتخبات. مع ان كان في بعض الاصوات قالت ايه الراجل ده كان صعدنا كاس عالم، صعدنا كاس عالم. لا ما هو هو دي النقطه الثانيه، هو غير ان احنا كمان البيان بتاعنا ان هو حكم معروف ان هو ضعيف، ان هو ضعيف هو هيبقى في مصلحه صاحب الارض، يعني هو مش متفق مع الكاميرون ان هو هيبقى مع هو الكاميرون. هو ضعيف، هو الحكم الضعيف هيبقى في مصلحه صاحب شخصيا الارض شخصيا، يعني هو بطوله في ارضنا يبقى مصلحته هو معانا، يعني هو هو ضعيف شخصيا مش ضعيف فنيا. هو حكم فهو نازل هو على فكره حكم فنيا متحفز صحيح، هو حكم فنيا، هو حكم فنيا من اعلى الحكام على فكره في افريقيا، ولكن هو حكم معروف عنه ان هو بيخشى الجماهير، بيخشى الاعتراضات، هو طول الوقت كده. فاول دي لقطه خالص مع كيروش الراجل ما عملش اي حاجه خالص، نزل ركبته وعمل كده، يعني حتى ما بصلوش ما وجهلوش اي كلمه، جه قاطع عليه وانظره. جه بعد كده كابتن وائل جمعه جاي بيهدي، راح طرده بشكل مهين جدا وقال له ابعد خالص ما تتكلمش. تخيلي بقى كمان لقطه كمان في نص المباراه مع نجمنا والنجم منتخبنا محمد صلاح. محمد صلاح بخلاف طبعا انه نجم كبير وبخلاف ان هو لعيب معروف في العالم كله، هو كابتن منتخب مصر صحيح، في عرف الكوره الكابتن من حقه ان هو يروح يتكلم مع الحكم صحيح. فلكي انا تخيلي ان بعد انتهاء ده حصل كتير قوي في مباراه المغرب صحيح طبعا، بعد انتهاء هدى كتير مباراه المغرب كان بعد انتهاء الشوط الثاني تقريبا يا احمد، تقريبا الشوط الثاني الشوط الثاني راح له قبل ما يروح له، يعني انا لسه رايح له وهبتدي اتكلم معاه، يعني لسه ما اتكلمتش بطريقه حلوه او وحشه، على طول امشي بيكلم صلاح بشكل مهين جدا، مع ان كل الحكام وكل الناس بتحترم صلاح، يعني حتى الكاميرون نفسهم كاميرون اللعيبه الكاميرونيين الكبار جدا احترام كبير لصلاح، اي حد بيدخل عليه يقوم يعتذر له، هو صلاح حتى لما بيدخل على حد بيقوم يقومه، ففي احترام متبادل كبير بقيمة صلاح بخلاف طبعا قيمة لعيبة منتخبنا التاني. وكان باين الاندهاش والبادي لانجوج زي ما بنقول على صلاح اللي هو هو ايه اللي بيحصل يعني. لا ده حاجة صعبة، يعني عايز اقولك ان احنا حتى الجمهور يعني حتى رياكشنات الجمهور في المباراة مش مصدقين، انت عارف فاولات من العدم طول الوقت بيبعدك، هو ما عملش اخطاء، في حكام كده معروفين يا استاذ شفقي ان دايما طول الوقت هم ما بيعملوش اخطاء كبيرة ما تبانش بس بيحجمك في الملعب، يعني طول الوقت لما يخوفك كده يخليكي خايفة، يجي يديكي انذار في وقت صعب فبالتالي تخافي من الطرد. الجمله بتاعت الحكم حزم المباراه أيوة. حزم هي المباراه بتبقى بتيجي هو حزم مباراه مصر النهارده بس مصر فازت. حضرتك شفتي ماتش المغرب الفاولات الكتير اللي حسبت علينا في اخر 10 دقائق صحيح. على حدود منطقه جزائنا خلتنا دايما في موقف الدفاع وكميه الانذارات، هي دي كلمه التشخيص لكلمه اللي هو ايه بيحجم المباراه، انا دايما بيخليني في وضع الدفاع مش الهجوم فمعرض ان انا استقبل اهداف بدل ما اسجل، هي دي كلمه تحجيم المباراه. وكان هنا الحكم ممكن يكون هو كمان اداه ضغط طبعًا. عليك يعني طبعًا. في النتيجه نفسها طبعا يعني. طبعا ممكن بس طب وضعنا ايه في مباراه الحد بقى مع الحكام؟ مباراه الحد يعني مباراه هتبقى صعبه جدا طبعا اكيد، لان قدام منتخب المصنف رقم 1 في افريقيا، السنغال هي المصنف المنتخب رقم 1 في افريقيا، فبالتالي وأداؤه كمان في مباراه السيمي فاينال قدام بوركينا فاسو كان اداء هايل، بوركينا فاسو على فكره كان الحصان الاسود البطوله، يعني منتخب مش ضعيف. كيروش كده مش هيبقى قاعد على الدكه؟ لا كيروش بنسبه كبيره طبعا مش هيبقى قاعد على الدكه، هو كده كده اتطرد، خد انذار في انذار فهو اتطرد، فبالتالي بنسبه كبيره مش هيكون. بس انا بس عايز اقول لحضرتك على حاجه وبرده عايزين نديهم حقهم، اللي بنتكلم فيه ان في تحجيم حكام وبنتكلم فيه مساوئ كتير واحنا حتى عندنا اخطاء فنيه، ولكن كل التحيه لجمهورنا اللي بيسافر من هنا وبيقطع الاف الكيلومترات عشان يروح يدعم منتخبنا، وكل التحيه للدوله المصريه ومثلا طبعا في السيد رئيس الجمهوريه. قلنا بقى يا شباب صور للجمهور اللي كان موجود النهارده على الهواء، نشوف برضو كل التحيه للدوله المصريه ممثله طبعا في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته ان طياره زي دي تطلع وطيارتين وثلاثه في الظروف الصعبه دي، الجمهور ده كان ليه دور كبير جدا. انا رحت على فكره الكاميرون ثلاث اربع مرات صح. سافرت وشفت الجمهور ده اوقات كتير سافروا ست ساعات وما بيناموش طبعا. يعني الرحله اللي فاتت الناس قضت 25 ساعه بتنزل الملعب بتركب الطياره بتنزل الملعب بتركب الطياره تاني، فكان تخيل انت بتنزل من بيتك الساعه 3 الصبح بترجعي الساعه 3 الصبح تاني يوم أيوه. موضوع صعب جدا ومرهق جدا، ورغم كده عايز اقول لك بقى كمان طول المباراه تشجيع كبير جدا، مباراه كوت ديفوار مثلا على سبيل المثال اوقات كتير جدا منتخب كوت ديفوار كان هو الليد في المباراه، ولكن تشجيع الجمهور ده للاعيبه، اللعيبه طبعا رجاله، وعايز اقول لك ان بعد كل مباراه اللعيبه بتيجي تحيي الجمهور لان هم عارفين ان هم كانوا رقم واحد
في اللي حصل. فالجمهور فرق يعني طبعًا. انت بتقولي كده بانه وجود الجمهور المصري في البطوله لو كان الجمهور مش موجود لو كان الجمهور مش لو كانت الدوري المصري ما خدتش القرار ده انا بقولك يعني فعلا والله لو الجمهور ما كانش موجود من الدور ده انا بقولك كان هيبقى موقفنا صعب جدا وكان ممكن نودع البطوله من بدري جدا مش بس دلوقتي. بس انا بتفق معك بس خلينا نتفق كمان ان الدوله المصريه يعني النهارده عدد الطائرات ازيد بكتير من ثلاثه بدل واحده لسبب واحد هي الرجوله اللي في الملعب بالظبط لانه الدوله المصريه كمان ما بتهزرش طبعا لما مش هتدعم القوي او اللي مش هتدعم غير القوي واللي بيلعب أكيد. واللي بيبذل مجهود وانا اعتقد بانه كمان المنتخب واتحاد الكوره كان منتظر يسمع كلمه من السيد الرئيس اكيد يعني والسيد الرئيس الحقيقه النهارده اشاد بالكلمه لما لقى انه مباراه اثنين الثالثه لا يستحق شفنا البوست يا استاذ شفنا البوست السيد الرئيس قبل ما احنا نكتب خبر فوز مصر يعني انا شفت البوست قبل خبر فوز مصر لما يطلع المواقع فلا بصراحه ده يدل ان يعني في متابعه وفي اهتمام كره القدم حاجه مهمه جدا وبتفرح كتير جدا من المصريين. طب انت كصحفي عند كلمه السيد الرئيس في جمله ان المصري يعني الجمله دي بالذات هي يعني جمله هنا بيثبت فيها السيد الرئيس هي قوه الدوله المصريه في شعبها دي ما فيهاش كلام. لو صدق وامن بمجهوده قبل البطوله لو اتكلمنا على الورق واحمد هو برضو راجل يعني فاهم برضو جدا في الكوره احنا النهارده لو اتكلمنا مين فرصه منتخب مصر ايه هيقول لك لو صعدنا لدور الدور ال 16 دور الثمانيه ده يبقى انجاز كبير زي ما حضرتك بتقولي فعلا المصري لو امن بنفسه وفعلا حس ان هو يقدر هيقدر احنا كوت ديفوار كانوا اقوى مننا كسبناهم المغرب كانوا المفروض ان هم اوفر حظا كسبناهم الكاميرون غير ان هم اقوى مننا فنيا صاحب الارض صاحب الجمهور تصريحات ايتو اللي هي المفروض تخوف وترهب اللعيبه عدد الجمهور 65 ألف متفرج قدام 600 مشجع كل دي حاجات تثبت ان لازم الكاميرون يفوز زي ما احمد قال لازم صحيح. الكاميرون يفوز ورغم كده منتخبنا فاز وفاز بقى ده الكاميرون هو اللي كان تحت ضغط تحت ضغط ومش المباراه دي بس مباراه المغرب احنا كنا كويسين جدا مباراه كوت ديفوار كنا كويسين جدا يعني انا شايف ان من بعد مباراه نيجيريا منتخبنا اداؤه تصاعدي بشكل كبير لعيبه قدرت فعلا تحس بقيمه التيشيرت والله هو الموضوع كله رجوله واحساس ووطنيه مش اكتر من كده احنا النهارده اللعيبه على فكره دايما يقول لك مباريات فريق كبير او فريق صغير ال 90 دقيقه الموضوع بيختلف صحيح. فهم امنوا بنفسهم في 90 دقيقه وحاسوا ان هم فعلا يعني لابسين تيشيرت اقوى منتخب في افريقيا اكيد عايز اسالك يعني احمد تصريحات ايتو هي اللي وصلت الكاميرون للحاله دي يعني انا شفت انه اداء الضربات الترجيحيه كان خلاص بقى الثقه يعني كان في فقد للثقه دي ملاحظه محترمه جدا عشان فعلا احيانا التحفيز الزائد كابتن كورة انا هنا لا طبعا مش قاعده كده ايوه مش استوديو تحليل احنا قلنا هننافس الاستوديو التحليلي التصريحات اللي هي التحفيزيه الزائده عن الحد احيانا بتنقلب الى الضد لان انت كمان بتضع اللي هي الضغوطات اكتر من المطلوب على اللاعبين على فكره ده حصل معانا مثلا في 2019 لما خرجنا على ارضنا من دور ال 16 قدام جنوب افريقيا بسبب المشاكل اللي احنا دخلناها اثناء البطوله فهم هنوت ان هو صموا الايت ان هو يحسسهم ان هو لا البطوله دي بمثابه الحرب وان انت ما ينفعش تخسرها عشان هم قبل كده نظموا البطوله في السبعينات وبرده ما فازوش بيها فكل دي وضعت ضغوط على اللاعبين ان انت بعد كده في المقابل كارلوس كيروش ما يستجبش للضغوطات دي وتبقى تصريحاته اللي الكوره ما فيهاش حرب أكيد. فيصدر له هو الضغوط ده كان برده تصرف حكيم من مدرب هو اساسا يعني مدرب كبير طبعا مدرب كبير وله خبرات وللاسف تعرض في مصر ان هو الانتقادات ما كانش صحيح. ان هو يتعرض ليها كلنا الحقيقه لانه خد بالك برده الكره معشوقه الجماهير فالناس كان عندها قلق وما عندهمش يعني ما كانش عندها صبر وده طبيعي اقول يعني بس الناس قدروه لما الدنيا طايره لا طبيعي يا استاذ شفقي لان احنا برده يعني دايما طول الوقت احنا كمصريين ما بنحبش ندخل بطوله لما نكسبها كاس العرب يعني احنا كنا داخلين ان هي بطوله وديه ولكن بعد ما عملنا فيها اكتر من صار واظهرنا بشكل كويس كنا عايزين ناخد البطوله فبالتالي وبرده كيروش كان ليه فلسفه مختلفه جايب فلسفه بيستبعد محمد شريف بيستبعد قفشه بيستبعد طارق حامد بيستبعد لعيبه احنا كان بالنسبه لنا اللعيبه دي لعيبه اساسيه لعيبه يعني فكره ان هم يكونوا على الدكه اساسا مش يعني مش وردة مفهومة. مفهومة مش ورده فلكن انت تخيل ان هو بيستبعدهم اساسا من القائمه فبالتالي المصريين لا تتزيد سبب قفشه وطبعا احنا للاسف الفتره اللي فاتت كانت الانديه تغلب اكتر على المنتخبات كان التفكير في الانديه بيغلب على المنتخبات فكان اللعيبه بيفكروا فيهم يعني الجمهور بيزعل لما بيستبعد لعيب من فريقه
أكيد. طيب أنا قبل ما أروح لصورة بس عايزة أشكر زميلتي العزيزة دينا عبد الكريم اللي بتشكر فريق التاسعة النهاردة، ودينا بتبلغ يعني كل تهانيها للمنتخب المصري، وأكيد يا دينا لو كنت موجودة مكاني كنت هتعملي أحلى وأحلى، ودايما كلنا فريق واحد أيا كنا، خميس جمعة سبت حد، الجميع أكيد هيعمل كل حاجة فرحة مصر كبيرة. أنا عايزة أعرض لكم صورة لأبو جبل وناخد كده تعليقات عليها. انا شكلي هشتغل في الرياضه على فكره بعد كده. انبسطت الصوره دي. ها احمد تعليقك ايه؟ دي صوره اولا ازازه الميه دي موجود عليها ورق مرسوم مكتوب عليها اسماء المسددين وزاوياتهم المفضله اللي بيشوطوا فيها في ضربات الجزاء. فهنا لازم ده في ناس بقى تبقى رجال الظل دايما اللي هو ما حدش بيشكرهم، مثلا محلل الاداء اللي موجود في منتخب مصر اللي هو محمود سليم، روجر ديسا المساعد بتاع كارلوس كيروش، عصام الحضري مدرب حراس المرمى، محمد الشناوي زميله طبعا. ومحمود جاد ومحمد صبحي وقبل كل دول محمد ابو جبل، كل دول المنظومه اللي كانوا بيذاكروا المسددين في الكاميرون، لان مش سايبين الموضوع للصدفه ان احنا احتمال نروح لضربات الجزاء. فان هو كل ده كان كل شيء متحضر له. فالنهارده نجاح محمد ابو جبل في تصدي لركلتين مذاكره عنيفه دي طبعا. هو ده برده احمد تعالى ابو جبل استاذ شفقي، برده ابو جبل بالتحديد، ابو جبل كان في الزمالك مش الحارس الاساسي. يعني هو كان طول الوقت الحارس الاساسي، ولكن جه في الفتره الاخيره كان محمد عواد هو الحارس الاساسي، ورغم كده كان المنتخب اختار. هل وجود ابو جبل والنجوميه دي حظ ولا ده اخيرا ده اخيرا ده اللي لسه بتطلع حيك عليه ان هو رغم ان هو كان مش الحارس الاساسي، ورغم تم اختياره للمنتخب، ده كان معناه هزه نفسيه كبيره، ورغم كده راح المنتخب. وكان محمد الشناوي معروف ان هو الحارس الاساسي، طبعا محمد الشناوي حارس افريقيا الاول اساسا، ولكن بمجرد اصابه محمد الشناوي وظهوره ودخول ابو جبل في المباراه نفسها، يعني حتى ما استناش اكتر مباراه عشان يعني يوصل لمستوى او حاجه، في المباراه نفسها كان حاسم جدا في تصديات حاسمه جدا في مباراه كوت ديفوار، تصدي طبعا ضربه الجزاء في مباراه كوت ديفوار، فبالتالي صعدنا للدور الثاني. فبالتالي لا يعني بصراحه، وطبعا مباراه المغرب كان ليه تصديات اكثر من رائعه، انا شايف تصدي البطوله لو تفتكر في الشوط الثاني البطوله اللي هو كفايه حتى يعني اولا دموعه وهو قاعد صحيح. بعد ما طلع، وبعدين كان عمال يوجه اللعيبه وهو قاعد بره برده، هو كان عنده قلق. حارس كبير ابو جبل، واثبت ان هو حارس كبير، واثبت ان دايما طول الوقت انت يعني بيوجه رساله للعيبه اللي بيبقوا على الدكه، ان انت تبقى طول الوقت مستني الفرصه، ما تقعدش بقى طول الوقت تهاجم المدرب، طول الوقت تفضل قاعد قلب وشك كده، لا انت مركز طول الوقت عشان لما تجيلك الفرصه تقدر تثبت ان انت حارس كبير او لعيب كبير. هاخد بس هنا من كلامه واقول ان هو ده مش محمد ابو جبل بس، بقى البطوله دي تحديدا احنا شاركنا في 25 لاعب من منتخب مصر شاركوا في البطوله لحد دلوقتي، طبعا ده اكبر عدد في تاريخ منتخب مصر شارك في بطوله صحيح. 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 فهو ده اللي ده تطبيق حرفي لكلامك ان هو مفيش حد دكه، احنا كلنا جايين نلعب، مفيش حد النهارده امام عاشور ومهند لاشين اول مره يلعبوا ظهروا بشكل كبير كده، ما فضلش غير محمود جاد وابراهيم عادل مش موجود اساسا معاهم، ومين في حد ثالث مش فاكر اسمه دلوقتي، هو مروان داوود، هم دول اللي ما لعبوش لغايه دلوقتي. فده تطبيق حرفي اللي هو فعلا مفيش حد لا جاي ضيف شرف، كله كان بيشارك وكله كان جاهز. يعني لما نزل صبحي كحارس مرمى والناس كانت قلقانه، لا كان ثابت يعني. لا ودي حاجه تحسب لكيروش برضه يا احمد يا استاذ شفقي، تحسب لكيروش بشكل كبير. ليه؟ احنا طول الوقت قبل ما يجي كيروش كنا معتمدين يقول لك ظهير الايسر عندنا مشكله، ظهير طيب الايمن انا عندنا انا مشكلة. بس عايز اخد معاكم هو قدر ان هو انا بس اوصل الجزئيه دي، ان هو قدر ان هو في كل مكان نحس ان احنا عندنا اكتر من لعيب قادر ان هو يلعب. صحيح. احنا بعد فاصل لازم نتكلم على حاجه، فكره لعيب انا كمتفرج انا كمشاهد أشاهده لأول مرة، والأول مرة أحس إنه في لعيب اسمه محمد عبد المنعم، في لعيب اسمه صحيح. عمر كمال، في يعني في لعيبة كتير لأول مش لأول مرة أقصد، إمام عاشور يعني، مهند لاشين اللي بينزل أول مرة، فإحنا عندنا مجموعة من اللعيبة بإمضاء كيروش عايزين نتكلم عليها، هيكتب عنهم التاريخ. لا لا بقيت جامدة في الرياضة. فاصل قصير لسه فرحة مصر كبيرة جدا، مبروك يا مصر. ترجمة نانسي قنقر.
بصوا شوف المنتخب المصري، ادي امامنا رجاله مصر، ادي همه الرجاله اللي بتاعتي دايما. شوف حضراتكم، شوف الاسم، شوف الاسم يرهب اي لحارس. ولا اي كلام، ولا اي كلام في اغاني الف حبيبتي وكفى. ده انا مصر حبيبتي، ده انا مصر حبيبتي في كفى وكل الدنيا في كفى. عملوها والله وعملوها الرجاله، رجاله رجاله رجاله. صوتنا كان واحد، قلبنا جامد، يهز اي سلام. روحنا كانت حلوه، تشجعنا قوه، كنا معنا الاتحاد. صوتنا كان واحد، الفرحة حلوة مالية القلوب، مالية البيوت ومالية الشوارع. يعني الفرحة بجد حلوة. كنا بنتكلم قبل الفاصل على أسماء لأول مرة، فتعليقك أحمد. طبعا أمر يحسب لكارلوس كيروش، بدأوا من أول كأس العرب ومن قبل كأس العرب. طب هستأذنك عشان يشترك معنا بقى إيه صاحب البرنامج الرياضي الجميل اللي بينور شاشة الأولى، كابتن كريم رمزي. يا كريم مساء الفل. يا استاذ شفي مساء الفل. رقم 10 الف مليون مبروك. النهارده كل اللعيبه في الملعب كانوا رقم 10. بحييكي وبحيي احمد ومحمد، واتشرف ان انا معاكم النهارده. الف مبروك للكل. النهارده اليوم كان حلو قوي، اليوم كان عظيم. زعلان قوي ان انا النهارده مش موجود للاسف، اعراض الكورونا اللعينه يعني، بس يعني عشان نحمي نفسنا ونحمي اللي حوالينا يعني. اكيد طبعا. النهارده الدنيا كانت حلوه قوي، انا فرحان. انا طلبت المداخله دي بصراحه عشان كان نفسي النهارده. بس انا ذاكرت يا كريم وقعدت مكانك والله. عشان انت الاستاذه. الله يخليك يا كريم. طب قول لي يا كريم بقى، انت لو موجود النهارده في الاستوديو بطريقتك وباسلوبك، مين رقم 10 اللي كانوا يعني اللي يستحقوا رقم 10 النهارده في المباراه؟ ما انا هقول لك بصراحه، اللي كانوا موجودين في الملعب النهارده كلهم كانوا رقم 10. كيروش كان رقم 10، الجهاز الفني كله كان رقم 10، الجماهير اللي كانت موجوده اللي بتسافر كل ماتش، بتسافر رايحه جايه خمس ساعات، دول رقم 10. كل الناس كانت عظيمه. سبحان الله، البلد دي فيها حاجه غير طبيعيه، فيها دايما تحس كده ايه، احنا نيجي عند المستحيل ونحب ندوس عليه، نحب المستحيل، يكيفنا المستحيل، نشوف المستحيل ونشتغل عليه. احنا لعبنا 120 دقيقه في ثلاث مباريات، مفيش فريق، مفيش منتخب ولا فريق في العالم يقدر يتحمل ده. مفيش حقيقي. اصلا طبيعه بشريه بدنيه تقدر تتحمل ده ونعمل ده. والاخر اخر دقيقه في ال 120 دقيقه احنا رايحين نجيب جول، الكره بتاعت رمضان صبحي، ايه الخيال ده؟ مين محمد عبد المنعم؟ يعني ايه لاعب عنده 23 سنه صحيح يبقى بالقدرات والثقه دي؟ صحيح. ايه محمد ابو جبل ده؟ محمد ابو جبل ده من سنه كان حارس ثالث في نادي الزمالك بعد جنش وعواد، النهارده هو حارس ثالث منتخب مصر، بيبقى بديل لافضل حارس في الدور الاول في كاس الامم الافريقيه محمد الشناوي، ويبقى زيه ويعمل صحيح اداء خيالي. مش ممكن، كل اللعيبه النهارده مش طبيعيه. محمد صلاح ده ياما تهاجم والنهارده راجل وشايل الفرقه. كيروش، خلص كيروش ده اكتر واحد تحمل نقد وهجوم مش طبيعي. اللعيبه اللي كانت موجوده في الملعب النهارده واللي كانوا موجودين على الدكه تم انتقادهم وتم التقليل منهم لصالح لاعبين موجودين خارج القائمه، وكانوا كلهم رجاله. ما فيش لاعب النهارده الا وراجل. الناس هاجمت كيروش على البطوله العربيه واللعيبه اللي شارك فيها النهارده. بس دلوقتي كله خلاص الحمد لله، الناس شافت الاداء الرجولي. انا عندي لقطه كده، عارفه ان انت بتحب اللقطات دي،
لقطه محمد شريف هو طالع من الملعب، انت يعني قول هتعلق عليها ايه؟ هقول لك انا محمد شريف زعلت عليه، انا حطيت نفسي مكانه، هو عايز زينا كلنا، احنا عايزين ننزل الملعب وناكل النقيله ونقدر اخر ثانيه، فانا محمد شريف مقدر زعله جدا وانا زعلان عليه، وانا لو مكانه كنت هزعل جدا. بس هو الامور المنطقيه الطبيعيه، هو الراجل جه في اخر دقيقتين وفكر تفكير عملي مش تفكير عاطفي، احنا دايما بنفكر بعاطفتنا، هو فكر تفكير عملي، محمد شريف مش هيشوط ضربه ترجيح، نزل واحد بيشوط ضربه ترجيح، مش هيقدر يطلع واحد من الدفاع من اللي مش هيشوط ضربات الترجيح ويحط زيزو، لا هيسيب الدفاع لاخر ثانيه، هو كان لازم ياخد من الخط الهجومي الوحيد اللي في رايه ممكن ما يشوطش ضربه ترجيح هو محمد شريف، ونزل مكانه زيزو، ده العملي، لكن العاطفي انا زعلان على محمد شريف، وحاطط نفسي مكانه هتاثر جدا وهتضايق جدا، وبقول لمحمد شريف انت زيك زي اللعيبه اللي كانت موجوده في ارض الملعب النهارده كنت جندي، ولو كان صامويل ايتو قال على المباراه دي حرب، فانا دايما بقول ان احنا خارج اجناد الارض، واحنا حقيقي. اللي عملنا النهارده مباراه كبيره واحنا اللي كسبناها، احنا الحرب بالنسبه لنا كوره ورياضه، وكنا النهارده ما شاء الله كلنا ابطال، كل اللي كانوا في الملعب النهارده ابطال، وكل اللي كانوا في المدرجات ابطال، واللي كانوا في الجهاز الفني ابطال، حكم سيء بكل المقاييس، كان متحفزين بكل المقاييس، والحمد لله ربنا كرمنا، اللي حصل النهارده والله اشبه بالمستحيل، ثالث مباراه على التوالي 120 دقيقه، ده خيال، ده خيال ان احنا نقدر نستحمل خيال كل ده، بس والله يعني هي مصر اللي بيرفع سلاحه ويقول على مصر حرب بتنقلب عليه، فاعتقد ده كان يعني ابلغ رد على ايتو وعلى اي حد كان ما بيشوفهاش كوره، لان هي في النهايه كوره. كريم ان شاء الله ترجع سريعا جدا وتنور وتقدم كل اللي نفسك فيه. انا فرحان بهني حضرتك وبهني. عندك اي اسئله لمحمد العراقي او لفوزي؟ محمد العراقي واحمد فوزي يعني دول اتنين نجوم قاعدين مع حضرتك، فكده طبعًا. كده يا كريم الف سلام عليك يا حبيبي، عراقي الف سلام عليك. الف سلام عليك يا كريم، الف مبروك، اشوفك قريب ان شاء الله يا رب، يخليكم مليون مبروك، والنهارده انت معاكي فعلا اتنين نجوم ما شاء الله عليهم شاطرين، هتلاقيهم معاهم كل الكواليس الممكنه اللي في الحياه يعني، فعراقي هتلاقي عنده كواليس عظيمه، وفوزي هيقول لك امور فنيه كمان عظيمه. ما عندكش حاجه عايز سؤال كده كواليسي حاجات كده عايز تعرفها؟ انا عايز بس اعرف من عراقي النهارده اللي كان في انفعالات، انا حسيت انه الجهاز الفني متنرفز جدا، وكنت عايز اسال عراقي وفوزي على الحته بتاعت انه محمد ابو جبل النهارده كان في دور لعصام الحضري ومحمد الشناوي ومصطفى محمد، كل اللي اتقربوا منه قبل ما يروح يشوطوا ضربات الترجيح، اعتقد كان ليهم دور مهم جدا في توجيه محمد ابو جبل بامكانياته الفنيه والفرديه طبعا ما فيش خلاف، بس كان الفرقه كلها ساعدت محمد ابو جبل النهارده وهو بيتصاب. تمام، انا كريم يعني هرد عليك في قصه سبب يعني طبعا عصبيه الجهاز الفني اللي فعلا كانت ظاهره جدا، يعني سبب العصبيه ديت ان هم كان جاي لهم تعليمات، يعني مش معلومات ان فعلا جسامه زي ما بيقولوا كده جاي يخلص المباراه لصالح الكاميرون يعني، فهم من الاول خالص كانوا حاسين بده، حاسين بتربص من جسامه، فبالتالي ده كان ظاهر في انفعالاتهم. احنا يعني انا شايف ان من وجهه نظري ان هم كانت حتى انفعالاتهم زياده شويه، يعني هي حتى زادت شويه، ولكن ده بسبب ان هم حاسين ان جسامه من الحكام اللي طبعا زي ما احمد قال حتى من في بدايه الحلقه ان هو من الحكام اللي بيرهبوا بيحصل له ارهاب من الجمهور، يعني بيخاف دايما من الجمهور، وكانوا حاسين ان هو متربص بيهم من اول لقطه، وده ظهر حتى في لقطه كيروش لو خدت بالك يا كريم، لما حتى يعني هو ما عملش اي حاجه خالص لجسامه ونزل على ركبته، لا جاله بيحذره، وشفت اتكلم وائل جمعه ازاي، وشفت بعدها اتكلم محمد صلاح ازاي، فبالتالي الجهاز الفني كان قلقان من جسامه، قلقان ان تحصل امور خارج كره القدم او امور خارج الملعب ممكن تاثر على نتيجه المباراه. القصه بقى بتاعت محمد ابو جبل لاحمد فوزي العريان، انا لاحظها زي ما انا لاحظتها، انا حسيت انه في ناس كتير اشتغلوا مع ابو جبل قبل ما يروح يتصدى ضربات الترجيح. انا لو مكان دلوقتي حد وكنت رايح اكلم محمد ابو جبل قبل ضربات الجزاء هقول له كلمه واحده، هقول له بص يا ابو جبل انت المفروض دلوقتي تبقى اهدى واحد فينا، انت واحد داخل البطوله وانت حارس تاني مش منتظرين احنا نشوفك، نزلت شاركت وتالقت وعملت اسم وخليت الجمهور كله بينطق باسمك، وصلنا دلوقتي لضربات الجزاء كسبنا او خسرنا محدش هيلقي باللوم عليك، فمفترض ان انت تكون الاهدى اعصابا فينا، اعتقد ده اللي اتقال له، بجانب طبعا تحضيرات الاسماء والزوايا اللي كانت بيشوط فيها لاعبي الكاميرون واللي شفناها موجوده على الازازه بتاعت المايه بتاعت محمد ابو جبل، فبالتاكيد دوت اللي كانوا بيقولوه له قبل ضربات الجزاء مباشره، والحمد لله ان هي اتت ثمارها. انا عايز اعرف الكواليس، انا عارف انت عايز تعرف كواليس ازاي تم تحديد ضربات الجزاء ده صح؟
صحيح. انا عايز اقول لك ان يعني الحضري وابو جابر والشناوي بالتحديد يمكن ابو جابر كان مركز لو انت تاخد بالك طبعا ابو جابر كان مصاب كان مركز اكتر في تاهيله هو وصبحي طبعا كان في يعني منافسه كبيره ولكن ابو جبل كان عنده اصابه وكانت اصابه على فكره قويه وخد كورتيزون وخد حاجات عشان يتم تجهيزه ولكن اللي اتفرغ تماما للجزئيه دي بالتحديد محمد شناوي لان محمد شناوي انت عارف ان هو مصاب وخارج البطوله تقريبا خلاص فبالتالي محمد شناوي كان هو المسؤول او اللي تم تكليفه من الجهاز الفني ومن عصام الحضري كمان لان عصام الحضري كان برده مشغول بقصه تجهيز ابو جبل او صبحي كان محمد شناوي هو اللي مسؤول عن قصه مشاهده الفيديوهات لمنتخب الكاميرون سواء في انديتهم في اوروبا او مع منتخب الكاميرون في المباريات اللي فاتت ومحمد شناوي هو اللي ادى كل حاجه لابو جبل وعصام الحضري بعد ما شاف عدد كبير جدا من الفيديوهات يعني صح. طب عراقي انا بعدين استفتي انا عايز اسال سؤال في منتهى يعني شفت كده انت عرفت كل حاجه من كواليس الكواليس يعني كل حاجه بعد اذنك لا ده احنا عايزين بقى حاجه كمان مهمه جدا زي شفتي وهتهم كمان الساده المشاهدين جدا عراقي هل امام عاشور هو الباك رايت بتاع مصر في مباراه السنغال انت فاهم ان الظهير ايمن في مباراه السنغال ده هيلعب على ساديو ماني هل هو هيكون امام عاشور ولا ممكن يكون في تفكير اخر لكارلوس كيروش امام عاشور يا كريم لو مش عارف انت متابعه من زمان ولا لا امام عاشور كان الظهير الايمن لغزل المحله صح برافو عليك انت متابع ولا لا فهو كان امام برابع. قبل يعني وعلى فكره هو لعيبه قوي مع الزمالك ولعيبه مع الزمالك فعلا بس في الاول ممكن كمان يبقى زيزو برضه لا زيزو لا مش هيلعب باك رايت هو امام عاشور هيكون هو طبعا متاح بس هو اللي هيكون باك رايت يعني بنسبه فوق تتخطى فوق 80% يكون امام عاشور اكيد وكده كمان كريم انت وديتنا لمباراه السنغال اللي اكيد لازم هنقول برضو بعض اللقطات والملامح اللي ممكن نتخيلها عن المباراه دي انا بشكرك يا كريم انا بشكرك يا فندم دايما تبقى يعني الى الامام والفرحه حلوه وفريق التاسعه كله ايا كان وكل القناه الاولى النهارده سعيده رقم 10 هيفضل رقم 10 ناجح اشكرك جدا كريم رمزي يا فندم الف مبروك الف مبروك اشكرك يا كريم طيب هنرجع بقى تاني عندي برضو كده ملاحظه زيزو اولا في مباراه المغرب لما نزل ولعب كنا عارفين انه يعني من احسن الناس اللي بيلعبوا في ضربات الجزاء زيزو وكان اختيار هايل وكان معروف على زيزو النهاردة. انه بيلعب بسرعه النهارده زيزو دخل بيلعب بهدوء وبثقه اقول لك ليه ان هو اقول لك ليه ان زيزو احمد عارف ان زيزو من الناس اللي هم مشهورين ان هم بيشوط ضربه الجزاء بطريقه محدده ان هو بيشوط دايما الكوره في الزاويه الشمال فوق فمعروف يعني هو طبعا الكوره صعبه جدا حتى لو الحارس عارف ان هو هيشوطها في المكان ده تمام هيبقى صعب يجيبها ولكن اونانا حارس كبير حارس الكاميرون وهو حتى لو خدتي بالك اونانا لما اترمى على الكوره جه وقف يعني هو حتى جه الناحيه الثانيه كده وكان واقف لان هو عارف ان هو هيشوطها له فوق فبالتالي زيزو كان يعني زي ما بيقولوا زي متوقع ان اونانا هيكون عارف ان هو هيشوط له في المكان ده فغير خالص غير خالص لعب على الايه ان هو زي ما بيقولوا كده ايه يعمله خدعه ان هو يخدعه ان هو يقف كده ويروح لعبها على الارض بدل ما يلعبها فوق شمال لعبها تحت يمين اللي هو ايه عكس خالص وبالتالي فعلا اونانا يعني اتثبت مكانه وما عملش اي حاجه عمل كده بس ولقى كرة الناحيه الثانيه فده كان تصرف ذكي جدا من زيزو واعتقد ان برده كان ليه تدخل من الجهاز الفني عصام الحضري طبعا وكيروش ان هو فعلا كان من المتوقع جدا ان هو لو شطف المكان ده كان ممكن يعني لا قدر الله اونانا يصدها طيب كده هنا لعيبه مصر بتلعب على عكس ما هو متوقع ودي اعتبرها انا مذاكره طبعا يعني زي مذاكره زي ما شفنا الصور ابو جبل وهو بيذاكر كويس قوي لعيبه الكاميرون كمان لعيبه مصر كمان كانوا بيذاكروا لما هيلعبوا ضربات جزاء هيعملوا ايه لانه برده هما اصبحوا محفوظين احنا لعبنا 3 مباريات صحيح. ضربات جزاء فما فيش اي لا فرقه سهل ماتشين المغرب دي الثانيه فانا لو ما كان اي فرقه هجيب على طول الفيديوهات وهعرف كل لعيب زي ما عراقي قال رجليه بتروح فين بالظبط طريقه التفكير بقى كانت مختلفه تماما مبدأ طبعا هو اكيد الكاميرون كانوا بيذاكرونا زي ما احنا كنا بنذاكرهم وضربات الجزاء دايما بيبقى في خبر كده تقليدي قوي قبل كل ماتش اقصائي يقول لك ايه يتمرن مش عارف الفريق كذا على ركلات الترجيح هو ده مبدا معنى الكلمه اللي هو بيتمرن على ركلات الترجيح مش بس ان هو بيخليهم يشوطوا 5 ضربات كل واحد لا ان هم يدرسوا كل واحد الحارس بيترمي ازاي الحارس بيعرف يصد ولا لا
الكل لاعب بيشوط ازاي، فهو ده اللي بيحصل من كل فريق. بس برضو الحراس جداد يعني ابو جبل ما هو برضو يعتبر بالنسبه لهم حارس جديد، هم ذكروه في البطوله في الزمالك، ما هو بيلعب في الزمالك دلوقتي، كل هل هم بيذكروه من الزمالك موجود. يعني بقى كل دلوقتي الحاجه موجوده، فأونانا عارفين هو بيلعب فين مع فريقه، واحنا عارفين ابو جبل بيلعب فين وبيروح ازاي، كل حاجه بقت موجوده. فهي دي معنى كلمه مذاكره، ان زيزو يغير. على فكره في نقطه اهم من كل ده بقى كمان، مؤخرا في لو عملنا احصائيه انا شبه متاكد ان هو كل لاعب بينزل علشان يشوط ضربات الجزاء بيضيع. اخرها طبعا كان في نهائي اليورو لما ساوث جيت مدرب انجلترا نزل 2 لعيبه علشان يشوطوا ضربات الجزاء قبل الوقت الاضافي ما يخلص بدقيقتين. أيوه. الاثنين ضيعوا وايطاليا فازت باليورو. فالنهارده زيزو لما نزل طبعا الشعب المصري كان كله حاطط ايده على قلبه، كانوا قلقانين، ولكن صحيح. زيزو فعلا فعلا ما شاء الله عليه، اعصابه رائعه، ثبات انفعالي. ده امتياز لزيزو ان هو يقدر ان هو يتحكم في اعصابه، عشان هو بيبقى دايما مش داخل لسه في مود المباراه، دوت اللي بيخليه يضيعه فبيضيع. فالنهارده يغير الزاويه وان هو يحطها. طب على فكره انا ممكن المدرب يقول لك ان انت غير الزاويه عشان هو حافظك، بس انت وقت لما بتخش على ضربه الجزاء دي انت ممكن تعمل اي حاجه، رجلك لوحدها شاططها في الناحيه الثانيه، علشان انت واخد على كده. نفسيا بتبقى خلاص انت وثباتك الانفعالي. فده امر يحسب جدا لزيزو زي ما اشدنا بابو جبل. بس محمد عبد المنعم برضو لسه بقى جاي اهو. محمد عبد المنعم ده لاعب احنا اساسا ما شفناهوش عشان بيشوط ضربات جزاء قبل كده خالص. ما هو ده اللي انا عايز اقوله. يعني انت دلوقتي مثلا لو انا مكان الكاميرون، محمد عبد المنعم ده لم يختبر اصلا بالزبط. يعني ده المصريين نفسهم اول مره يشوفوه بهذه الكفاءه او بهذه الطريقه. فهنا المذاكره ما يعني هيذاكروا ايه؟ وهو ده على فكره برضو عشان الناس ده ذكاء كيروش طبعا، ده سبب خروج محمد شريف. الناس بتقول لك هو يعني طب هو لو كان مش هيخرجه تاني ونزله من الاول ليه؟ ما كان ننزل زيزو مكان مصطفى محمد. احنا دلوقتي احنا مش جايين نجامل. انا نزلت محمد شريف لان انا محتاج في 10 دقايق اللي جايين مهاجم ممكن اكسب مهاجم. فنزلته مكان مصطفى محمد عشان انا محتاج. لا وكان ممكن هو كان بيلعب احمد ان هو يكسب في الوقت طبعا، بقول لك محتاج مهاجم فانا عايز اكسب. لما خرجته ليه؟ لان محمد شريف لما لعب قدام قطر في كاس العرب ضربات جزاء ضيع، فهو مش مسدد جيد، فطبيعي انا عايز انزل احسن مسدد عندي. فهو الموضوع لا عندي في محمد شريف ولا استقصاد ولا رخامه، هو الموضوع ان انا اللي هكسبه هلعبه بس كده. السنغال ايه بقى؟ يعني احنا دلوقتي هنعمل ايه بقى في السنغال؟ يعني سنغال مباراه طبعا اكيد مين باك السنغال رايت على طول. يعني امام، اعتقد امام هو الاقرب. وكمان هو ظهر النهارده كويس يعني. هو من ساعه بمجرد نزوله بصراحه ما حسيناش خالص ان في مشكله في مركز ظهير الايمن. للاسف عندنا مشكله كبيره، اكرم توفيق رباط صليبي في اول بطوله بعد كده يعني بصراحه حاجه صعبه يعني. حجازي حاجه ما بقاش موجود. لا حجازي مساك يعني. حجازي مساك. انا بتكلم على المركز عمر كمال. عمر كمال لعب وظهر بشكل كبير رغم ان هو مش مكانه وتالق، وبعد خلاص ما حفظ مهام المركز وكل حاجه يتعرض للايقاف، وقبل المباراه النهائيه كمان فخبطه يعني زي ما بيقولوا ضربه قويه. ولكن كلنا ثقه في اللعيبه وكلنا ثقه في كيروش اللي هو قدر يعمل من زي ما احمد قال 25 لعيب ما بقيناش عارفين مين الاساسي ومين. هل تتوقع ان امام عاشور ممكن يعمل نفس كفاءه عمر كمال؟ اكيد مش هيبقى يكون بنفس الكفاءه، لان عمر كمال على الاقل يلعب اكتر من مباراه ولعب اكتر من تم اختباره ولعب ودخل اجواء وحافظ زماله اكتر وبتاع. ولكن امام عاشور لعيب كبير ولعيب كويس وظهر مع الزمالك، بس مش في المكان ده، هو في المكان اكتر في خط الوسط. فهو بالتالي هو لعيب كويس ولعيب مؤثر جدا مع نادي الزمالك، ولكن انا متاكد الكتيبه دي لعيبه رجاله. اي راجل هينزل هتحطه في اي مكان هيلعب. على فكره ده بان لعيبه كتير، لعيبه كتير جدا، لعيبه كتير جدا في منتخبنا لعبوا في اماكن غير اماكنهم وتالقوا. شفنا ايمن اشرف ظهر بشكل كويس في مركز جديد جدا خط الوسط. شفنا عمر كمان نفسه تالق بشكل كبير وهو مش مركزه اساسا مركز الظهير الايمن. شفنا تريزيجيه بيتم توظيفه خط وسط مره، جناح مره، يطلع صانع العاب مره. على تريزيجيه لما نزل تريزيجيه في الاول احنا فاكرين كويس قوي، ودي كانت من الاتهامات اللي كانت موجهه لكيروش بانه بيحب المحترفين، ورغم اصابه تريزيجيه وما كانش مش اتهام، دي حقيقه. في الاول قال لك هيعرف يتعامل مع الكوره. دلوقتي احنا شايفين انه خلاص انت متقبل تريزيجيه وعارف انه هيعمل اي حاجه كويس. هو تريزيجيه برضو احنا خلينا برضو مش عايزين نظلم تريزيجيه، راجل جاي من اصابه تقريبا سنه. طبعا. راجل كان عنده رباط صليبي بس سنة كان عندها قلق. عندها قلق اكيد، بس في نفس الوقت انا واحد من الناس كان عندي ثقه في تريزيجيه، لان تريزيجيه لعيب من النوعيات اللعيبه اللي ما تلاقيهاش كتير.
اولا لعيب مؤثر جدا ومؤثر مع منتخب مصر قبل حتى الانديه اللي بيلعب فيها. يعني طول الوقت صحيح. كان يقول لك ده حتى كان كلام بيتقال من قبل من الاصابه، كان يقول لك دايما ان تريزيجيه تاثيره مع المنتخب اكتر من صلاح. يعني دي حتى كلمه كبيره جدا ان يتقال ان لعيب ايا كان قيمته ايه تاثيره اكتر من صلاح. وبالتالي تريزيجيه قيمه كبيره جدا لمنتخبنا، لعيب بيقدر يعني راجل ابن منتخبات زي ما بيقولوا. فبالتالي فعلا طبعا الاصابه اكيد اثرت عليه، لاعب يقعد سنه كامله ما بيلعبش، اكيد عودته كانت صعبه، ولكن هو تدريجيا ابتدى يدخل في الاجواء، كان سبب رئيسي في الفوز على المغرب والنهارده ظهر بشكل كويس. فوزي هنلعب ازاي مع السنغال؟ نفس طريقه اللعب ولا هيغير؟ لا احنا دايما بطريقتنا واحده هنلعب بيها. طبعا على فكره الباك اليمين ايا كان حتى لو كان اكرم توفيق اللي هيلعب الماتش الجاي فهو اكتر واحد هتبقى اكرم توفيق وصلي ما انا بقولك حتى لو كان اكرم توفيق اللي هيلعب الماتش الجاي هتبقى مهمته صعبه لانه في الاخر بيلعب على احسن جناح شمال في البطوله، فما بالك احنا بنلعب بلاعب تاني ماتش يلعبه اساسا كباك يمين اللي هو حتى مش عمر كمال اللي لعب البطوله كلها. فالله يكون في عون امام عاشور، هيبقى قدامه مهمه صعبه، ولازم لاعب خط الوسط اللي هيلعب ويقفل معاه هيكون برضو معاه دور مهم ان هو يقفل على ساديو ماني لانه بيلعب على احسن جناح شمال في العالم. طبعا طبعا رغم تألق هي هتبقى مباراه ممتعه، ساديو ماني هيبقى موجود، محمد صلاح، تريزيجيه، النني. سؤال سريع بقى، كلمات سريعه جدا، الانديه المصريه هتراجع نفسها بعد ان عدد من اللعيبه اللي كان بيتقفل البيبان قدامهم في الاحتراف نجحوا؟ ايه رايك الاحتراف؟ لا احنا من هنا بنوجه كلمه ان لازم الانديه تفتح الاحتراف للعيبه البروميسنج اللي زي مثلا محمد عبد المنعم، اللي زي احمد فتوح. محمد عبد المنعم تعب قوي، لازم اللعيبه دي تطلع، لان فعلا الاحتراف بيفرق جدا. وشفنا صلاح الاحتراف عمل مع ايه، مرموش الاحتراف عمل مع ايه، تريزيجيه الاحتراف عمل مع ايه. عايزين نلاقي دايما كتيبه محترفين عشان على الاقل نبقى على نفس المستوى مع المنتخبات الافريقيه، كلهم بيطلعوا لعيبتهم، فبالتالي بيبقى عندهم كواليتي لعيبه كبير جدا بيقدروا يختاروا منه. برضو عايز اتكلم برضو في جزئيه الاهلي، مش عايزين برضو ننسى الاهلي عنده مأمورية مهمه وزي ما بيقولوا مهمه وطنيه برضو في كاس العالم. انا هاجي لك فيها واحنا بنتكلم على الانديه، هل ممكن محمد عبد المنعم يكون يعني تحديدا يغير مفهوم بقى المدربين والتفكير بالنسبه للعيبه؟ اتمنى طبعا لما نشوف ان هو كل نادي يؤمن بقطاع الناشئين بتاعه، لان محمد عبد المنعم لتاج مين؟ هو قطاع الناشئين في الاهلي احمد فتوح. لا فتوح. وكل ما يجي يلعب ما يلعبش ويتباع، يجي يلعب ما يلعبش ويتباع، هو بيطلع اعاره عشان يعني بجد يعني تعب محمد عبد المنعم. بس برضه فكره الاعاره دي اثبتت نجاحها، مفيد ان انت تطلع لعيبه اعاره، فبالتالي بتشوفه كويس لما يكون عندك عدد لعيبه كتير اهلي بس وزمالك. انا في الاعاره وما شفتوش في الاهلي. لا لا تمام، لا بس الاهلي مثلا هيطلع هيلاقي لعيبه كبار، يعني هيلاقي لعيبه محترفين، بدر بنون مثلا وايمن اشرف، ده مساك منتخب المغرب وده مساك منتخب مصر، اكيد فرصته صعبه. بس انا النهارده لما اديله فرصه ان هو يطلع يلعب اعرف نادي زي سموحه مثلا، فبالتالي بيظهر قدامي كويس وارجعه. لا انا شايف ان دي برده حاجه تحسب لاداره النادي الاهلي، ان هي فعلا بتعتمد على قصه الاعاره دي ان هي تشوف لعيبه كويس. النني كمان خد حقه في البطوله دي بعد حاجات كتير الناس يعني كانت يعني خد حقه كويس. النني دايما بيبقى بيهاجم احيانا مع منتخب مصر، ولكن احسن حاجه في النني ان هو ما بيردش بكلام ويرد على السوشيال ميديا، الرد يبقى في الملعب. فالنني الحقيقه من اول دور ال 16 هو بيظهر بشكل بالزبط. مختلف، وده مطلوب منه كاحد قاده منتخب مصر. دي حقيقه. متفائل بالماتش الجاي؟ اتمنى سنغال. ان شاء الله اتمنى متفائل. باذن الله ان شاء الله يكون فوز بالنصيب اكيد. هل التوقعات كانت النهارده بهذا الشكل؟ قول بصراحه. انا كنت متوقع لا ما كنتش متوقع كده بصراحه، ما كنتش متوقع إيه؟ لا كنت متوقع ان يعني هيحصل مؤثرات كتير، يعني كنت متوقع اداء تحكيمي اسوا للاسف، يعني هو طبعا ما فيش اسوا من كده، بس كنت متوقع حاجه اسوا، كنت متوقع ان يعني برده لا قولي توقع بارقام. كنت متوقع لا كنت متوقع ان ممكن نخسر بفرق هدف، يعني نخسر طبعا كنت مش متوقع لا ما كنت لا كنت اامل الفوز وكنت اتمنى، وكنت حاسس اللي كان مديني الامل ان اللعيبه كانوا رجاله قوي في الماتشين اللي فاتوا، فممكن فعلا مع كل ده ان هم يقدروا على كل التحديات، ولكن انا بشوف ان اللي حصل انجاز كبير، انجاز ان لم يكن اعجاز. يعني كنت متوقع الفوز ولا متوقع ان احنا نخسر؟ بامانه انا ما بتوقعش فوز او مكسب، بس انا كنت متوقع ان اللعيبه هتبقى رجاله وهما ما خيبوش ظني، وفي الاخر انت لعبت اللي كسبت ضربات جزاء، فكان ممكن تخسر عادي جدا، وهو ده الصح ان انت تتوقع، هو ده اللي انت تتوقع ان هما يبقوا رجاله. وانا متوقع ان شاء الله النهائي ان احنا هنبقى رجاله. النتيجه بقى دي بتبقى بتعتمد على عوامل بتحصل جوه الماتش نفسه حقيقي. لكن اللي انا منتظره ان اللعيبه يكونوا رجاله زي الماتشات اللي فاتت. بس كده بقى نرجع نشوف الاهلي حبيبنا، يعني نشوف اللي بيحصل مع الاهلي مشكله كاس يعني طبعا في الاول بس يعني كل طبعا التمنيات بالسلامه طبعا، يعني عمار حمدي اصابه رباط صليبي تاني طبعاً. في النادي الاهلي يعني الاهلي خطتين في اقل من اسبوع رباط صليبي تاني بعد اكرم توفيق، اكيد يعني عمار حمدي ده يعني المثير جدا ان هو كان اقرب ان هو يطلع اعاره، كان طالع اعاره للفيوتشر، كان هيجي في صفقه عوده محمد عبد المنعم، ولكن الاهلي قرر ان هو يبكي عليه بسبب الحاجه اللي في كاس العالم للانديه،
فلكن تخيلي ان الاهلي كان سابه وما طلعوش اقرا عشان محتاجه، رغم كده جاله رباط صليبي اصابه طبعا قويه واصابه في وقتها صعب. برضو الاهلي اعلن القايمه لو حابه نقولها برضو الناس حابه تعرف سريع. القايمه علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزه علاء في حراسه المرمى، الدفاع محمد هاني، رامي ربيعه، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، محمد مغربي، علي معلول، محمود وحيد، كريم فؤاد، الوسط اليو ديانج، حمدي فتحي، عمرو السوليه، احمد عبد القادر، لويس ميكيسوني، حسين الشحات، محمد مجدي قفشه، زياد طارق، وليد سليمان، طاهر محمد طاهر، وخط الهجوم محمد شريف. بالتوفيق ان شاء الله. السنغال ومصر نتيجه يعني ان شاء الله مصر هتحسب عليكم لا ان شاء الله مصر فيها نقول ان شاء الله مصر ان شاء الله مصر كام لا خلاص بقى كفايه ان شاء الله مصر نتيجه مصر 2-1 ان شاء الله مصر 2-1. بشكركم مبروك لمصر، بشكركم، بشكر يعني يا رب يوم الحد كلنا يعني نفرح تاني بجد ونحقق الفرح الحلو. والحقيقه كان عندي يمكن يعني هذا الاستوديو التحليلي للرياضه بشكرك جدا يعني محمد عراقي، بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا بجد يعني بجد اتشرفت بوجودي معاكي يعني اول مره، وانا طبعا اكيد معجبين بيكي خالص بعيدا عن الرياضه يعني. اشكرك شكرا جزيلا. احمد فوزي الناقد الرياضي بشكرك شكرا جزيلا، نورتونا جزيلا. وبنشكر الحقيقه مش عارفه نشكر ايه ولا ايه، احنا سعداء ليله فرح يعني انا شخصيا سعيده يعني عايزه بقى ابقى زي المواطنين كده وهلل وافرح وكده، وانا في الاخر مصريه برضو فرحانه، وقعدت هنا في الاستوديو حاطه ايدي على قلبي. بيبقى صعب جدا لما يكون المذيع موجود يقول ايه طب يا رب ما يكونش بقى على حظي وكده، لكن الحقيقه الرجاله شرفونا. انا بشكر الحقيقه فريق التاسعه كله، لان النهارده كلنا اشتغلنا بروح الفريق الكبير برنامج التاسعه. بشكر كل الزملاء اللي موجودين في الاستوديو، الساده المصورين، كل الفريق اللي موجود في الاستوديو فوق طبعا، اللي معايا على طول على التليفون، وفريق الانتاج والبروديوسرز والاعداد، ورقم 10 الحقيقه البرنامج رقم 10 اللي انضموا للتاسعه وكانوا موجودين معانا وساعدونا جدا، وكنا كلنا جميعا على قلب رجل واحد. بشكركم. التاسعة مستمرة معاكم أكيد بالفرح كله، وإحنا كمان هنفرح دايما معاكم وموجودين دايما لخدمة المواطن المصري، ننقله كل حاجة جميلة. نتمنى لفريقنا إن شاء الله يومين هيقضوهم بإذن الله الجمعة والسبت، ياخدوا الراحة ويستعدوا، ويوم الحد أكيد هنكون معاكم، فريق التاسعة هيكون معاكم يوم الحد، وأكيد الزميل العزيز بقى هيكون معاكم طبعا يوسف الحسيني، وإن شاء الله الجميع يكونوا على قلب رجل واحد في الملعب، ونرجع رافعين الكاس. مصر تستحق كل حاجة حلوة. مبروك لمصر، مبروك لاتحاد الكورة، مبروك لمنتخب مصر اللي شرفنا، ومبروك لينا جميعا. تصبحوا على ألف خير دايما بالبهجة والسعادة. شكرا لحضرتك.